بناخد طرفية النبات كده. عملية الإكسار، عملية الإكسار بتتم عن طريق القص بالطرفية، يعني القص الطرفية فقط اللي هي شوشة النبات. نبات سريع في التقدير، يعني مدة التقدير من 15 يوم إلى 20 يوم. نبات سريع في التقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة هنتكلم عن البوستاشيا البيضاء. اتكلمنا قبل كده عن كيفية زراعة البوستاشيا الزرع، النهاردة هنتكلم عن كيفية زراعة البوستاشيا عن طريق القص بالطرفية والميعاد المناسب في عملية التكاثر. تابعونا إلى نهاية الفيديو وتعرفوا على طريقة الإكسار. في بداية الصيف بتيجي عملية القص عن طريق القص بالطرفية، اللي هي احنا بناخد شوشة النبات ثم بنزرعه في تربة تونية وبنعمل عليه حضانة لمدة 15 يوم إلى 20 يوم. نبات سريع في التقدير، نبات سريع في عملية التقدير. هذه طريقة قص نبات البستاشيا البيضاء، وشرحنا قبل كده طريقة الإكسار من نبات البستاشيا الزرقاء. باجي من تحت نين العين كده وأقص بالمقص، وبنزل الورق اللي فيها والأزهار علشان المية بتاعت الحضانة أو البخار ما يعمليش عفونة داخل الحضانة. وهنوريكم ازاي نزرع النبات. النبات بنزرعه في كيس 5 فيه تربة زراعية، وبنعمل عليه حضانة لمدة 15 يوم أو 20 يوم، وبنحط عليها نسبة ظل خفيفة. ميعاد الإكسار، ميعاد الإكسار في بداية الصيف، يعني في بداية شهر 5 إلى نهاية شهر 9، دي عملية الإكسار. في أواخر شهر 12 بتتم عملية القص بالعقل الخشبية، اللي هي تحت ديت العقل الخشبية، ما بقصش الطرفية، بص العقل الخشبية. طريقة الزراعة، بجيب النبتة بتاعتي بدون أي هرمونات وبقوم جاي غرزها في التربة بتاعتي. دي شكل الكيس اللي احنا بنتكلم عليه. في ثقوب للتهوية، بعمل له ثقوب للتهوية من تحت لتسريب المياه. وبعد الانتهاء من الزراعة بعمل عليه حضانة بلاستيك. ادي شكل الحضانة اللي احنا بنتكلم عليها، هي البلاستيك الابيض الشفاف اهو، بنقفل تماما، لازما ما نسيبش اي ثقوب للتهوية. بقفل الحضانة من جميع الجوانب. بعد الانتهاء من شد البلاستيك وقفل الحضانة يتم وضع الحصر اللي احنا بنتكلم عليها، هي الفراغات اللي احنا بنتكلم عليها هي. بعد مرور 20 يوم بيتم فتح الحضانة وبنشوف نبات البستاشيا البيضاء. نطلع النبات كده قدامنا بعد 20 يوم من الزراعة. ادي نبات البستاشيا البيضاء، وادي الجذور اهيت. يتم ري النبات ثم وضع النبات في مكان شبه شمس لمدة 4 ايام، وبعد كده يعرض للشمس المباشرة. اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم. انتظرونا في فيديو قادم من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.